فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. الحل يكون ببيان الحق ولزوم السنة أو بصرف ذلك كله وإشغال الناس بالشهوات، الحل أو إقبال حملهم على كتاب السنة لمعرفة الواجب. أحسنت، هذا تنبيه طيب، وهو أن بعض الناس اليوم يقول نتيجة ما يحصل من هذه الصراعات وهذه الأهواء وهذا الاقتتال إنما هو نتيجة التحجير على الناس في أفكارهم وفي تصوراتهم، فأعطوا الناس الحرية والسعة، كل يذهب إلى ما يريد وكل يفكر فيما يريد، حتى إن الناس يأتلفون ولا يحصل بينهم شقاق ولا نزاع بزعمهم ما حصل إلا لدراستهم الدينية. أي نعم، فهم يحملون أهل الحق وأهل الخير أنهم هم السبب، لأنهم يحجرون على الناس في أفكارهم ويقولون هؤلاء كأنهم أوصياء على الناس وهكذا، فهؤلاء المخذولون يفكرون هذا التفكير، ولكن بالعكس، إنما أوقع الناس في البلاء هو إطلاق الحرية لهم في تصوراتهم وأفكارهم وعقائدهم، فهم حينئذ كل حزب بما لديهم فرحون كما قال الله تعالى، والأهوى لا تنتهي والرغبات لا حد لها والتعصب لا ينتهي أبدا، فليس ضمانة الاجتماع والتآلف ليس ضمانته إعطاء الناس الحرية، بل بالعكس إعطاء الناس الحرية هو الذي يوقعهم، لأن الناس محكومون بالكتاب والسنة، لو أن الأفكار والعقول تكفي لما احتجنا إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب، ولكن الله برحمته سبحانه ما وكلنا إلى أفكارنا وعقولنا وآرائنا، فليس الذي ينهي النزاعات والصراعات هو إعطاء الحرية لكل من هب ودب في أن يقول ويفعل ما يريد، وإنما الضمان هو اتباع الكتاب والسنة، لأنهما هم العاصمان من الاختلاف والتفرق والنزاع، فعلى العكس مما يطالب به هؤلاء. فنحن لسنا أوصياء على الناس إلا بوصاية الله جل وعلا، هو الذي أوصانا وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهل يقولون إن الله أيضا وصي على الناس وأن الناس ليس عليهم وصايا؟ إذا قالوا هذا انتهى كفرهم ولم يبقى بعد هذا كفر. فالله جل وعلا نعم أوصانا، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا، والعلماء يوصون، فهم أوصياء على الناس لأنهم ورثة الأنبياء، فهذا هو الحق وهذا هو الواجب.